أستاذ أحمد، مساء الخير. مساء الخير، حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا بك. بداية سأسألك بشكل مباشر، ما هي سيناريوهات المواجهة المفترضة اليوم على ضوء ما حدث خلال 40 ساعة الأخيرة؟ وأنا سأجيب بشكل مباشر أيضا أستاذ الكريم. السيناريو الأقرب هو مواجهة عسكرية كبيرة، يعني حرب بين مزدوجين، حرب تحدث للمرة الأولى منذ 73، نتحدث عن 50 عام لم تدخل إسرائيل أو الكيان الصهيوني في هكذا وضع عمليات عسكري معقد. ما تمر به إسرائيل الآن لن يجعل أمامها خيارات كثيرة. أنا هنا لا أعرض وجهة النظر الإسرائيلية، ولكن أشخص الواقع وأحلله. إسرائيل تلقت ضربة قاسية وهائلة لم تتلقى مثلها من قبل. نحن نتحدث عن حوالي 1000 قتيل، ربما يصل العدد، وهذا تقول مصادر إسرائيلية وليس أنا. هناك عدد أعداد كبيرة ومهولة من القتلى ما زالت في المغتصبات التي حتى الآن فيها مواجهات، وهي تقريبا 7 نقاط ساخنة ما زال يوجد فيها قتال ويوجد فيها مقاتلين من المقاومة الفلسطينية. نحن نتحدث عن أكثر من تقريبا 150 إلى 200 أسير، معظمهم، جزء منهم كبير من الجنود، منهم 4 عقد، 4 ألوية، يعني بروتبة عقيد هناك 4، وهناك بروتبة أخرى أيضا حوالي 10 لدى المقاومة. المقاومة هذا الذي ستعلنه، ولكن هذا حسب أيضا مصادر في المقاومة ومصادر إسرائيلية. إسرائيل تلقت ضربة هائلة لن تستطيع أن تقف أمامها مكتوفة الأيدي، لأنها ببساطة ستسقط كل قوة الردع التي كانت تراهن عليها وترفعها في وجه خصومها وأعدائها في المنطقة. لذلك هي مضطرة، وإن كانت لا تملك كل الإمكانيات من كتاب منتشرة على حدود قطاع غزة، ولواءين كبيرين من ضمنهما ما فرقة هي غزة التي يعني ما تسيطر هي عليها. الخيارات نعم، أستاذ عبد الرحمن، ما هي الخيارات المتاحة أمام إسرائيل؟ وأنت تقول أنها لا تملك كل الإمكانات، ولكن منذ 50 عاما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارا بالعمل بالبند القانوني رقم 8 إلا اليوم. يعني بعد 50 عاما اتخذت قرارا بفتح الحرب والعمل بالبند القانوني رقم 8. هذا ماذا يتيح لها أن تفعل؟ ما هي الخيارات الموجودة أمام العدو الإسرائيلي اليوم؟ شوف، هناك خياران أحلاهما مر. الخيار الأول أن ينجح الوسطاء الذين طلبت منهم إسرائيل الضغط على المقاومة للإفراج عن بعض الأسرى كبادرة حسن نية، ومن ثم الدخول في مفاوضات يعني كبيرة وواسعة وطويلة المدى للوصول إلى حل من دون الذهاب إلى عمل عسكري. هذا فشل الخيار، لأن المقاومة رفضت شكلا وموضوعا الذهاب باتجاه مثل هذا الخيار. الموضوع أكبر من ذلك، أكبر من أن تطلق المقاومة صراحة أكثر من 150 أسير بعد يوم أو بعد يوم ونصف من المواجهة. يبقى الخيار الثاني، وهو واضح من خلال الدعم الأمريكي والضوء الأخضر الأمريكي ووصول روبرت فورد حاملة الطائرات الأمريكية إلى الشرق، أو قدومها قرب السواحل، أو ستقدم خلال ساعات قرب السواحل الإسرائيلية على متن أو الفلسطينية عفوا، وعلى متنها 5000 جندي إضافة إلى طائرات وغير ذلك، ووصول أيضا مساعدة عادات عسكرية أمريكية من قاعدة موفق السلطي أو بين مزدوجين الأزرق في شمال الأردن، إلا اليوم وصلت إلى قواعد عسكرية أو بدأت تصل إلى قواعد عسكرية في النقب الغربي، حيث القواعد العسكرية الإسرائيلية وأيضا مخازن السلاح الأمريكية الأكبر. إسرائيل ذاهبة من كل ما نشاهده على الأرض، من التعزيزات، من استخدام 8 وحدات من وحدات الاحتياط، من استخدام حوالي 10 كتاب من الكتاب المنتشرة في الضفة. يبدو أنها ذاهبة إلى حرب كما تفضلت. هي أعلنت وقالت هذا أول مرة منذ 50 عام تفعل بند 8 الذهاب إلى حرب. حرب يعني تغلق الشوارع، يمنع التجول، بإمكان الجيش الإسرائيلي أن يستخدم كل الوسائل، يجند الاحتياط وغير الاحتياط، وحتى من الذين يسكنون خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة. كل هذه الإجراءات ربما تكون للضغط على المقاومة من ناحية، وربما تكون حقيقية ونذهب باتجاه حرب. ولكن هل ستنجح إسرائيل في شن هذه الحرب؟ هل ستحقق نتيجة؟ هل ستحرر الرهائن والأسرى لدى المقاومة؟ هل ستستطيع أن تقاوم ربما على ساحة الضفة التي يمكن أن تشتعل، أو الساحة الشمالية كما يبدو هناك بوادر لاشتعالها، ساحة جنوب لبنان؟ كل هذا رهن بالأيام، وليس الأيام ربما.
والأسابيع القادمة، لأن هناك كثير من التفاصيل التي يجب على إسرائيل أن تقوم بها حتى تذهب إلى الحرب، حرب واسعة تعني حرب إقليمية، تعني أن إسرائيل لا تملك كل الإمكانيات التي تمكنها من الذهاب باتجاه حسم وليس فقط الذهاب باتجاه الدخول في هذه الحرب. أنا أعتقد المقاومة ومحور المقاومة لديه قدرة كاملة على التصدي لهذا العدوان الإسرائيلي، وإن كان بدأ بقصف المدنيين والأبراج السكنية ولكن هذه البداية فقط. نحن لم ندخل الحرب بعد، نحن في المرحلة الأولى في هجوم استراتيجي قامت به المقاومة سيترك تداعيات كبيرة ليس فقط على فلسطين بل ربما على جزء من المنطقة. إذن أنت ترجح أستاذ أحمد عبد الرحمن أن نكون أمام حرب طويلة ومفتوحة ومفتوحة على كل الخيارات والاحتمالات؟ هذا واضح تماما. الدعم الأمريكي، تصريح بايدن على يومين، خرج بايدن لأول مرة يدعم إسرائيل ويقول أننا سنقدم لها كل ما تطلب. إسرائيل طلبت تحديدا طلبت من أمريكا أن يزودوها بقنابل خصوصا من الجي بي يو 31 وجي بي يو 39، هذه تستخدم الآن منذ ليلة أمس أو منتصف ليلة أمس تحديدا، تستخدم ضد الأبراج السكنية وضد المباني السكنية لأنها يعتبر أو يعني معروفة أنها تخترق الحصون، وهي موجودة هنا في النقب الغربي في مخازن القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، ومسموح لإسرائيل باستخدامها حسب البروتوكول العسكري في أوقات الطوارئ. هذا ربما أفضل أو ربما الوقت المناسب، هذه الطوارئ لم تحدث في تاريخ إسرائيل منذ 50 عام كما قلنا، لذلك كل الإرهاصات وكل التحضيرات والاستعدادات. قبل قليل إسرائيل قبل ساعتين من الآن سلاح الجو الصهيوني قام بحزام ناري، ما يسمى هنا في غزة بحزام ناري، حيث تم قصف الحدود الشرقية لقطاع غزة بأكثر من 150 صاروخ، كانت صواريخ ثقيلة من النوع الثقيل وشملت طول الحدود يعني حوالي 60 كيلومتر، نتحدث عن شمال شرق بيت حنون وصولا إلى معبر رفح أو الحدود المصرية. هو يريد أن يقطع الجغرافيا بين المقاتلين في الداخل، في داخل المغتصبات الذين ما زالوا يقاتلون، وبين هنا غرف القيادة أو باقي فصائل المقاومة في قطاع غزة. فشل بالأمس لأن هناك كان دخول جديد اليوم في مستوطنتين في أشكول وفي يتيد، والاشتباكات ما زالت حتى في تسليم قرب الحدود المصرية، فشل بالأمس. اليوم أراد يبدو أن يقطع، يعتقد أن هناك أنفاق دخل منها تعزيزات وإمدادات لوجستية للمقاومين، قام بإنشاء كما يقال هنا حزام ناري كثيف، قصف عنيف لم يحدث من قبل حتى في حرب سيف القدس أو في عدوان سيف القدس. هذا ما يحاول العدو، قطع الطريق أولا ومن ثم إنهاء المشكلة الداخلية في المستوطنات والقضاء على المقاومين، وهذه مهمة صعبة جدا كما يبدو، ومن ثم الذهاب باتجاه الحرب ضد قطاع غزة. هذا هو السيناريو المرجح، ويتم يبدو أخذ كل الاستعدادات للذهاب باتجاهه. نعم، شكرا لك أستاذ أحمد عبد الرحمن الخبير في الشأن العسكري.